السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله سماحة الشيخ مقداد. أهلا وسهلا ومرحبا. بشرونا عن صحتكم، ان شاء الله بخير. شكرا لله، فضل ونعم، الحمد لله. والله احببنا نستفسر منكم ان كان وقتكم يسمح. بلي تفضل. هل استدل امير المؤمنين سلام الله عليه باي آية من القرآن في اثبات امامته او امامة احد من ابنائه؟ يا مولانا الجليل، حياك الله. هذه أساليبكم أصبحت قديمة، يعني هذه معلش احنا من ايام الطرق. ابيض واسود، لسه ما دخلناش على التلفزيون الالوان والشاشه وكده. بالله عليك اجبني يا سماحه الشيخ، حتى لو قديمه، ما احنا بنسالك سؤال من القران اهو يا سماحه الشيخ مقداد، اجبني يا يا شيخ مقداد. مولانا هذا ليس من الإنصاف. أنا أجاوبك، اجبني تفضل. لكن قبل أن أجيبك، وطبعا راح تقتطع. لا والله مش هقتطع اهوت، والمكالمه مباشر، والله والله المكالمه مباشر ومش هقتطع، والناس بلي بتشوفك. فإذا اسمع، فإذا اسمع ولا تقاطع. تفضل. أولا ليس من الإنصاف أن تسأل بصورة مفاجئة. خلاص انا اسف يا جماعه، وانا اخطات ما سالت الشيخ بصوره مفاجئه، بعد كده هبقى اخبط عليه واقول له انا هسالك السؤال فلان، مع ان انا سالتك يا شيخ مقداد، قلت لك عندي سؤال، قلت لي تفضله. خلاص اتفضل انت يا شيخ مقداد، سال عما تريد. انا اللي بقول لك اهو، ابدا انت بالسؤال واختار انت الموضوع يا شيخ مقداد، اختار الموضوع اتفضل. خلاص اخرس وتأدب واسمع الجواب. طيب عيب ما تقول لي اخرس يا شيخ مجد، او انت بتقول لي كده عشان اسكر الخط؟ مش هسكر، والشيعة شايفينك وشايفين ان انا على حسن خلق وانت قليل الادب، بس مش هرد عليك اتفضل. اذا يا قليل الادب، شكرا شكرا. اذا ما تتحمل الجواب يا ولا يا واد، يا احنا كلامنا صعب مستصعب لا يقر به الا ملك مقرب او نبي مرسل. هذا مولاك، مولاك باعتبارك أنت تقر بأن كل الصحابة هم مواليك. نعم، فين بقى؟ أنا قلت لك انتبه، قلت لك أين من القرآن استدل علي على أي آية من كتاب الله على إثبات إمامتي أو إمامة أحد أبنائي؟ تستطيع تأتي من أجيبك القرآن؟ تفضل. أجيبك هات. أجيبك هات. ولكن على أن تجيبني أولا. طيب عرفتم يا مشاهدين، مفيش آية في القرآن، 6236 آية علمت الشيعة آية الله مقداد مش عارف يجيب آية من القرآن. سألني بقى تفضل، سأل عما تريد، أنا لثقتي في ديني أقول لك سأل عما تريد تفضل. أنا أجيبك، ما هو دليل أبي بكر أو عمر على خلافتهما؟ الدليل. فأنا المفروض أيضا أنا المفروض أن أطالبك أجيبك بأن تأتيني بآية لصحة إمامتهما. طيب أجيب، أنت مالك حضرتك بتنهى زي كده؟ أنا مش عايزك تخاف، يعني كتير وقعوا ضحايا في الاتصالات، فمش عايز حضرتك تخاف كده لأن صوتك بتنهج وأنت بتتكلم، ما تخافش أنا أجيبك. لأنه أنا جاي أمشي، أنا الآن في طريق. يعني أنا وترتك، أنت كنت قاعد من شوية وتفضلوا والصوت كان حلو، خليتك تمشي؟ طيب عموما يا سماحة الشيخ مقداد، خليني أجيبك على أسئلتي، على سؤالك الأول، ما هو الدليل على الله. إمامة أبو بكر وعمر من القرآن؟ من القرآن. هل استدل أبو بكر وعمر من القرآن على إمامتهما؟ أجيبك؟ نعم. طيب لا تقاطعني؟ لا أقاطعك، تفضل. شكرا، الله جميل قوي، انت هادي وحلو كده، بالله عليك عايزك ما تقلبش لسان وش التاني وتقول لي قليل الادب. اول حاجه يا سماحه الشيخ مقداد، الشيخ مقداد بيقول لي ما هو دليلك يا رامي عيسى، زي ما انت بتطالبني بالدليل على تنصيب علي او احد ابنائه رضي الله عن سيدي ومولاي علي او الائمه عندنا، وتريد دليل من القران الكريم على امامتهم، انا يا رامي عيسى ايضا اطالبك بدليل على امامه ابي بكر او عمر من القران الكريم. اقول لك نحن لم نقل ان ابو بكر وعمر امامتهم اعلى من النبوة، نحن لم نقل أن أبو بكر وعمر أئمة منصبين من قبل الله أعلى من النبوة، يتحكمون في جميع ذرات الكون بالولاية التكوينية، أئمة معصومين، لم نقل بهذه الأقاويل من الشركيات والضلالات والطعن في رسول الله، إذ إن النبي ترك الدين ناقص صلى الله عليه وسلم وحشاه، ولابد من أئمة معصومين يجوا يكملوا الدين، بس لما استخدموا التقية ما أكملوش الدين، فنحن لم نقل بذلك، ولكن عندي دليل، قال علي بن أبي طالب في هذا الكتاب عزيزي المشاهد، كتاب نهج البلاغة، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذاك لله أو كان ذلك لله رضا، فاجتمعوا على أبي بكر وعمر، فنحن نقول الدين كمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة بتختار
تختار خليف الخليفه اللي بيكون عليها اللي بيجتمع عليه، لان الامه لا تحتاج لامام معصوم منصب من قبل الله. خالفنا الامامين الاثني عشر وقالوا لا، الامامه ركن من اركان الدين، ومن نودي بمثل ما نودي بالولايه كما قال محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي، هذا الكتاب قال ومن نودي بمثل ما نودي بالولايه. فنحن من هنا نقول لكم بما انكم جعلتوها من اركان الدين اعطونا الادله بقى. احنا نقول ان هي امر شورى، وعندنا سوره في القران اسمها شورى، والامام علي قال انها شورى. اين استدل ابي بكر وعمر على امامتهما؟ لا ده انت كده بقى، انت مش هتمشي، انا هخليك تجري بقى دلوقتي. شوف انت كنت قاعد، انت هخليك تجري بجد بقى. وانا قلت لك هم ائمه معصومين منصبين، ما عندنا الكلام دوت. وما طالب عمر بالامامه لنفسه، وما طالب الصديق رضي الله عنه بالامامه لنفسه، ما قال انا اولى الناس وانا احق بالخلافه لانها ركن من اركان الدين. ده انتوا حذفتوا الشهادتين يا راجل، وحطيتم الولايه، ولايه الائمه الاثني عشر. فانا لا اقول لم يستدلوا من القران او السنه، لان لا يوجد شيء اسمه امامه واعلى من النبوه. وانت تقول ذلك في علي، صح؟ انت تقول في علي انه لا يوجد دليل على امامه علي، لان علي بن ابي طالب لم يستدل من القران او السنه. انت لا تدعي امامه ابي بكر وعمر. لا لا ادعي، لا ادعي السبائيه اللي وضعها عبد الله بن سبأ اليهودي، اللي اخذها من اليهود، اللي هي لابد لكل نبيين وصيين، وكان وصي موسى يوشع، ولا بد من وصي لمحمد كما جاء في كتاب النبوخت وكتاب الكشي وكتاب الفرق، الفرق اللي بيخطوا الكشي ورجال الكشي واكثر من كتاب، ومحسن قال ايه ده نسيت اسمه، قال ايه اللي هم اساميهم قريبه من كسرى. اول واحد وضع عقيده الوصيه دي هي عبد الله بن سبأ اليهود. فنحن لا نقول ان ابو بكر امام معصوم منصب من قبل الله، ولا نقول في 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 عمر ذلك. استدل في سقيفه بني ساعده بانه اقرب المسلمين إلى رسول الله. مين؟ ومن الواضح عند جميع المسلمين بأن أمير المؤمنين هو أقرب، فهو ابن عمه وصهره. يعني ثانيا أمير المؤمنين عليه السلام. تعالى بس هو عمر أبو بكر أو عمر قال أنا أقرب الناس لرسول الله وأنا أولى بالخلافة لأن أقرب الناس لرسول الله، فين 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 ده في سقيفة بني سعيد؟ وأمير المؤمنين استدل بآية القرابة، وهذا صريح بأن أمير المؤمنين جاء بآية قرآنية استدل بها وهي أول حاجة. بس خليني أجيبك على النقطة الأولانية، أبو بكر لم يقل أنا أقرب الناس وأنا الإمام وأنا كل ده من كيس حضرتك. تعالى بقى بتقول لي استدل علي بن أبي طالب بآية القرابة، تقصد آية أولي القربة أليس كذلك؟ إنه أقرب إلى رسول الله. طب أنت تقصد آية ألا القربة؟ ألا تعترف بأن أمير المؤمنين أقرب إلى رسول الله من أبي بكر؟ أنت بتستدل بآية أبو بكر، صح؟ أبو بكر استدل بأننا معشر قريش يا معاشر الأنصار نحن أقرب إلى رسول الله منكم، فهذا الدليل، هذا أيوة الإلزام. أيوة أقرب ليه؟ مش في القرابة، مش في السهر. هؤلاء اللي كانوا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هؤلاء، الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن في سورة الحديد الآية رقم 8 على ما أذكر أو الحشر، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، مش خرجوا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وأخرجوا غصب عنهم. ليه؟ ليه؟ من أجل أن يغتصبوا الخلافة. ده عندكم هناك، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسماهم الله بالصادقين وخرجوا لنصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم نعم من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر ما قالش أنا أقرب واحد للنبي. يعني الدليل في القرآن أهو، هات لي دليل بقى أن علي استدل بآية أولي القربة على إمامته. تفضل قول لي أن علي استدل أبو بكر على الأنصار بصراحة، استدل أبو بكر بأننا يا معشر الأنصار أقرب إلى رسول الله منكم. نعم بالدليل الآية، هو بدليل الآية هو الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وإن الخلافة في قريش هي. أنت أعطني دليل على أنها تكون في بني هاشم وإمامة بالعصمة والرجعة والتقية والخمس وما تقول ذلك. انت قلت لي استدل علي رضي الله عنه بآية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، صح؟ هات لي الدليل الآن
ان علي استدل بآية المودة يا سماحة علامة الشيعة المقدار. قول لي الدليل على استدلال علي رضي الله عنه بالمودة بآية المودة كده وكده. وين استدل عليه رضي الله عنه بآية المودة؟ الزكاة وهم راكعون. ثم فقد أجمع المسلمون على أن المتصدق بخاتمه هو علي بن أبي طالب حصرا، وقد وصفه القرآن بأنه ولي المؤمنين، ولي أي من يتولى أمورهم. فإذا كنت تسعى بهذه الطريقة السخيفة بطريقة التهريج على إخراج خصومك وأعدائك، ونحن أعداء لك يا رامي. طيب. ولسنا أعداء لسائر المسلمين. لا لا لا، أنتوا أعداء للإسلام. أول حاجة دليل آية الولاية اللي بتستدل به كل أدلتكم هشة، الآية دي رقم 54 من سورة 55 من سورة المائدة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآية اللي فوق اللي في نفس الصفحة رقم 51، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. من نتولى مين يا رب؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. تاني حاجة، هذه الرواية اللي أنت بتقول أجمع المسلمون، هذا من كذب حضرتك، بس إحنا واخدين إن المعممين يكذبون. هذا رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وليس يصح منها شيء بالكلية كما قال ابن كثير لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وأيضا هذه الرواية قال عنها الهيثمي رواية منقرة. منقرة عندكم يعني موثقة ولا ايه؟ رواية ضعيفة منقرة. وقال في قال هذه رواية ضعيفة منقرة، قال هيثمي فيه من لم اعرفهم، من لم اعرفهم يعني رواية ضعيفة منقرة. واللي زعم انها نزلت في عليه هو الثعلبي وهو حاتم، لا يميز بين الصحيح والسقيم. لكن فين في الآية؟ سياق الآيات لا ينفعك في آية الولاية يا سماحة الشيخ مقدار. سياق الآيات الله يأمرنا أن لا نتولى اليهود والنصارى. من نتولى مين يا رب؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يبقى الله يأمرنا أن نتولى الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، ولا نتولى اليهود والنصارى والمؤمنين. ما خلاص، ما هو ثلاث أقسام، الله الرسول والذين آمنوا تجعلتهم علي، خلاص خليتوا المؤمنون دول مع الآية اللي فوقيها اللي احنا لا نتولاهم مع اليهود والنصارى. أنتم دينكم ضعيف. لا تصدق الله عليه وآله في حجة الوداع بما بأن يقوم، وهو قول رسول الله يا من كنت نعم هذا علي بن أبي طالب أخي ووصي ووارثي. لا لا لا، هذه من كيسك برضو. لو قلت لك هات لي الرواية دي، ها النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال هذا علي بن أبي طالب أخي ووريثي ووصي، لو قلت لك هاتها مش هتجيبها. تاني حاجة، حديث الغدير كان في الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة 200 كيلو، يعني كان الحج انتهى. لو كان أراد أن يبلغ بإخلافة علي وبإمامته كان بلغ في يوم الحج الأكبر في يوم عرفة، لكن الحج انتهى لأن كانت مشكلة كما ذكرها المجلسي في بحار الأنوار، كانت مشكلة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبريدة، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن لتقسيم الغنائم، فإنما ذهب علي وحدث الخلاف بينه وبين بريدة. فماذا فعل؟ جه واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وراي عندكم في البحار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأهل المدينة مكانة علي حتى يتوقف الكلام من هؤلاء الذين أتوا من الجيش اليمني ما ذهب علي يقسم الغنائم. فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أتحداك الآن، هل استدل علي بن أبي طالبين يا سماحة الشيخ المقدار في كتاب نهج البلاغة بحديث الغدير؟ هل استدل ببيعة الغدير في كتاب نهج البلاغة اللي انتم بتسموها بيعة الغدير، ولا خطبة من خطب الإمام، مع أن الكتاب مكذوب أصلا؟ قول لي في بعد الموت علي رضي الله عنه 400 سنة ما استدلش بيه على إمامته. طب في رواية عليه في كتبكم الأربعة أو الثمانية أو الكتب المعتبرة عندكم استدل عليه بحديث الغدير على إمامته؟ لم يستدل. ده بالعكس، ذكر في القرآن بيعة النساء، ذكر في القرآن بيعة الرضوان، ولم تذكر بيعة الغدير. بيعة النساء أهم من بيعة الغدير يا مقدار. لا تنم لا عن علم ولا عن حصافة ولا عن رصانة. أيوة تركتك يا رامي، لا تنم عن علم ولا حصافة ولا رصانة. احنا نعود نرصف في الرصيف يا عم مقداد، ما انت علشان لقيت ان كل كلمة بتقولها عليها رد بعشر كلمات، ما مش هسيب لك ولا كلمة، مش هسيب لك شبهة. آية المواد ردنا، آية الابتلاء رد، آية دلوقتي بتستدل بآية بآية الولاية وردنا عليها، وحديث الغدير وردنا عليها. كل ما تنتقل لشبهة هتلاقيني برد عليه. تفضل اعطيني كمان أدلة مما تستدل. وأنا المسلمين، تفضل. اخواني المسلمين، هذا الشخص رامي عيسى كان معروف عندنا في اوساط العاملين في البالتوك بانه مهرج، وكل قيمه علميه لا توجد له. ده
طب ما انت مش عارف تجاوب على المهرج اهو يا سماحة الشيخ مقداد. قلت لك ايها الاخوة المسلمون. ايه يا عم انت هتخطب الجمعة؟ تعالى هاتلي. انا نسيت انتوا ما بتخطبوش الجمعة لان الامام هربان. اما الامام يجي تخطبوا الجمعة، عطلتم الجمعة علشان الامام، والقرآن الصحيح مع الامام، والسنة الصحيحة مع الامام، وما ينفعش اي راية ترفع قبل راية الامام فصاحبها طاغوت. خلاص اقعدوا في بيوتكم بقى وسيبونا نبين لعوام الشيعة المساكين الحقيقة. انت بتقول رامي مهرج لا يستطيع، كنا نعرف ما عندوش علمي. طب ولا علمي ولا ادبي، هات لي ايه من القران الكريم يا سماحه العلامه مقداد من القران الكريم على تنصيب الائمه الاثني عشر. ده كان سؤالي من الاول خالص. وانت قد ابتلي المسلمون بامثالهم انا لله وانا اليه راجعون. طيب هات لي الدليل. يلا يلا هات لي الدليل بقى انا لله وانا اليه راجعون. لا انت عندك ممكن تقول ان الحسين وانا اليه راجعون كما قرر وندر. انا اوجه كلامي لمن لمتابعيك اخواني. استنى ما ينفعش تقول عنهم اخوانك لان معظمهم مسلمين، لان عندك في كتاب تفسير مقدمة تفسير البرهان لهاشم البحراني قال في صفحة رقم 30: اتفقت الامامية على ان من انكر امامة احد من الائمة وجحد ما اوجبه الله تعالى له من فرض اطاعته فهو كافر ضال مستحق الخلود في النار. فدول في دينك كفار ضلال بالاجماع، اتفقت مستحقون للخلود في النار، فما ينفعش ان انت تخاطبهم باخواني. خاطب حد غيرهم. أنا أكتفي بهذه الرسالة بتعبيرنا بالعراقي لهذا المهرج وأقول خصمنا عجزت يا المقدار، وظهر للجميع عجزك وعدم استطاعتك عن الإتيان بأي دليل محكم واضح. سكر والله. إخواني الأعزاء، عجز وسيظل الدعس مستمر على رؤوس هؤلاء المعممين الكذبة الذين كذبوا على عوام الشيعة واختلقوا هذه الديانة. في هذا البرنامج أيها الشيعي العاقل لا نترك شبهة لمعمم إلا ونجيب عليه. فلذلك المعممين لا يحبون اتصالات رامي عيسى، لأن بقول له سأل أنت عما تريد. إما سألته الأول قال لي طب هات لي دليل على إمامة أبو بكر أو عمر. قلت له ما عندنا حاجة اسمها إمامة وأن هؤلاء أئمة معصومين منصبين، كل ده من عندكم أنتوا، فأنتوا أعطونا بالدليل، أنتوا اللي عليكم البينة الآن. فعجزوا عن الاتيان، ثم اخذ يهرج ويكذب ويدل ويهرج علشان ايه؟ علشان يوقف الحوار. كان معكم شيخ الشيعة والحكم لكل شيعي عاقل استمع الى هذا الاتصال. كان معكم شيخ الشيعة المسمى بمقداد الربيعي. الحكم لك ايها الشيعي العاقل. رزق الله الجنة كل من شارك في نشر الخير. ايها الموحد، اقل ما تفعله الان اضغط اعجاب على هذا الفيديو وشارك هذا الفيديو في اكثر من جروب لعلك تكون سبب في هداية الشيعة الى الحق.